أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن طلب العلو والهيمنة والتفوق الحضاري الشيعي هو أمر حثت عليه الشريعة المقدسة وأكدت عليه الأدلة القرآنية والحديثية على السواء، وأن الذي يعطل وصولنا إلى ذلك الموقع الذي نتطلع إليه أغلال وآثار وقيود في فكرنا العام أو في ثقافتنا العامة، وليست تلك الأغلال والآثار والقيود بلازمة علينا، بل هي في الواقع أجنبية عن روح الدين والشريعة، فينبغي أن نتحرر منها لنمتلك السيادة على هذا العالم. وهذا ما سنفصله لاحقا بعون الله تعالى. إنما يهمنا هاهنا أن نجيب على إشكال قد يوجه لأصل هذه الدعوة، أي طلب العلو. هذا الإشكال يعتمد على قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قد يقول المشكل إن هذه الآية علقت الفوز بالآخرة على عدم إرادة العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، فليس من صفات المؤمنين المتقين السعي إلى العلو والهيمنة في الدنيا، إنما اهتمامهم بالدار الآخرة. فلماذا نسعى للعلو والهيمنة؟ فلنترك الدنيا بما فيها من متاع أيام قلائل، ولنتفرغ إلى تقوى الله، إلى عبادة الله، لنفوز بالدار الآخرة التي هي أبقى. طلب العلو في الدنيا كان مثلا من صفات بني إسرائيل التي ذمها الله تعالى، حيث يقول سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يقول المشكل: أفهل نضاهي بني إسرائيل فنطلب العلو في الدنيا ونعرض أنفسنا لغضب الله تعالى؟ بمثل هذا الكلام
قد يشكل على أصل هذه الدعوة. والجواب أن العلو المذموم بل المحرم هو ذلك الذي حكاه الله عن قول نبي بني إسرائيل موسى عليه السلام، حيث قال: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. العلو المذموم المحرم هو العلو على الله، بمعنى طلب العلو والهيمنة مع الكفر أو الفساد أو الإعراض عما أمر الله تعالى. العلو الذي يستلزم إعلاء كفر أو ظلم أو فساد أو ضلالة، العلو لمجرد حب العلو والتجبر واغتنام السلطة والهيمنة. هذا العلو الذي يفعله الطغاة والمتجبرون والمتكبرون اللاهثون وراء السلطة والهيمنة بأي ثمن بلا مبادئ دينية أو أخلاقية، هذا هو العلو المذموم. هذا هو العلو الذي وقع فيه بنو إسرائيل فذمهم الله تعالى، وهذا واضح من نفس الآية التي ذمت علو بني إسرائيل، حيث في هذه الآية أن علوهم كان معطوفا على فسادهم. يقول سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض أولا ثم لتعلن علوا كبيرا، إذن كان علوهم مبنيا على الفساد، على تجاوز الحدود الدينية، على الظلم، على التجبر، على تحريف الكتاب، ما شئت فعبر. الخلاصة أنه كان علوا على الله تعالى وتحديا أو مناجزة له. هذا هو العلو الذي يقود إلى جهنم والعياذ بالله، العلو المعطوف على الفساد المستلزم للفساد. والتأمل في نفس الآية التي اعتمد عليها في الإشكال يوضح لنا ذلك، لأن الله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن العلو الذي يحرم الإنسان من العاقبة الحسنة في الدار الآخرة، لأن في نفس الآية في ذيلها: والعاقبة للمتقين. العلو الذي يحرم الإنسان من هذه العاقبة الحسنة في الدار الآخرة هو العلو الذي يكتنفه أو يستلزمه الفساد والإفساد في الأرض. ولذا لم يقل الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وسكت، بل أردف ذلك بقوله: ولا فسادا، حتى لا يتوهم أحد أن مطلق العلو مذموم وإن لم يكن فيه فساد، وحتى لا ينساق أحد وراء دعوات الرهبنة والتصوف وما إليها من دعوات تحث على أن يترك المؤمن الدنيا مطلقا ويتفرغ فقط للعبادة والتخشع ويصرف اهتمامه عن إقامة حكم الله في الأرض، ويدع ما لقيصر لقيصر أو ما لعمر لعمر. لا،
إن الإسلام دين لا يدعو إلى الانعزال والتقوقع في نطاق العبادات فقط، بل يدعو المسلم لأن يغنم الدارين معا، الدنيا والآخرة، وأن يعلو بدينه فيهما معا. ولذا خوطب هذا المسلم بقوله سبحانه: وأنتم الأعلون. ذلك العلو يكون بإقامة دين الله تعالى في الأرض حتى يعم كل مجالات الحياة من عبادات ومعاملات، وتلك وصيته سبحانه للأنبياء عليهم السلام جميعا ثم لنا جميعا، حيث قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. تلك وصيته سبحانه للأنبياء، إقامة الدين. إقامة الدين لا تعني أن أقيمه على نفسي فقط أو على عائلتي فقط، بل أن أقيمه على جميع الدنيا بما فيها، فيصبح كل ما يجري فيها متوافقا مع أحكام هذا الدين. تصبح السيادة للقوانين الدينية كما تصبح الهيمنة للإسلام والمسلمين. من هنا يفهم أن طلب العلو الذي ندعو إليه ونحث عليه ليس مذموما، بل هو ممدوح، بل هو في واقع الأمر واجب، وإن في الجملة، لأن الذي ندعو إليه هو طلب علو ديني لا دنيوي بحت. إنه ذلك العلو الذي فيه إعلاء لدين الله وإقامة لمنهاج رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، العلو الذي يحقق العزة والكرامة للمؤمنين، العلو الذي يعم بخيره على جميع البشر من جميع الأديان والملل، لأنه ينشر العدل والأمن والسلام والرفاه. المؤمن في طلبه للعلو لا يطلبه لنفسه، إنما يطلبه لدينه، ويطلبه لحملة دينه. أولئك الذين إذا وصلوا إلى موقع الصدارة والهيمنة زاد خضوعهم لله تعالى وتواضعهم لعباده، اقتداء بمولاهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إنما هم شيعته، إنما هم أتباعه، يقتدون به. روي عن ذاذان أن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في فترة حكومته كان يمشي في الأسواق وحده وهو دال يرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لما كان يفتح
القرآن ويقرأ هذه الآية على هؤلاء في مروره عليهم في الأسواق، يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. هذا هو تفسير مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لهذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا التفسير يوضح أنه لا تثريب عليك في أن تكون واليا حاكما إذا عملت بالعدل والتواضع، وكان هدفك من تولي هذا المنصب كهدف مولاك أمير المؤمنين عليه السلام إعلاء دين الله تعالى وإرشاد الضال وإعانة الضعيف، إنك بذلك لا تريد العلو لنفسك بل تريد العلو للدين والحق والعدل، تريد العلو للخير، تريد العلو حتى تنقذ الناس. حين ذاك يجعل لك الله الدار الآخرة والعاقبة الحسنى ويجعلك مع المتقين. أرجو أن لا يفهم كلامي هاهنا على أنه دعوة سياسية لإقامة حكومة شيعية عالمية. أرجو أن لا يتصورن أحد أن هذه المحاضرات هي في هذا الاتجاه حصرا، وأن قصدي من طلب العلو والهيمنة هو هذا، وأن هذه المحاضرات التي أقدمها هي رؤية لمشروع سياسي من هذا القبيل. كلا، إنما أدعو إليه بالأصل هو تحقيق العلو الحضاري، الهيمنة الحضارية بكل أبعادها وصورها، تلك هي مطلوبي بالأساس. إني لست من قبيل أولئك الذين قادهم الطموح إلى دعوات لتفجير ثورات وانقلابات للسيطرة على الحكم، لتصورهم أن إقامة دين الله تعالى في الأرض لا تتم إلا بهذه الثورات والانقلابات، بالسيطرة السريعة على الحكم. نعم، لا شك أن صيرورة الحكم إسلاميا شيعيا هو أمر لازم لإقامة الدين، إلا أني أرى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالوجه الصحيح الأكمل وبالوجه الذي يضمن الثبات والاستقرار بمثل هكذا خطوات اختزالية تقفز على مراحل التهيئة أو تتجاوز على المقدمات اللازمة. إن هؤلاء، ولست أعني المستعملين آلة الدين للدنيا من أصحاب الطموح الشخصي، بل أعني العلماء المخلصين الذين ولجوا إلى الميدان السياسي وسعوا إلى الحكم من أجل الدين فحسب. هؤلاء حيث سئموا الظلم والفساد المتفشي أرادوا تحقيق تغيير أشبه بالفوري، وتصوروا أن أسرع طريق هو امتلاك زمام الأمور في السلطة ولو بغتة، ثم معالجة واقع الأمة بعد ذلك. إني في المقابل أرى أن هذا إجمالا مشروع غير مجد كما أظهرت لنا التجارب، إلا أن كان هذا المشروع مرتبطا بنحو ما بالقوى الاستعمارية أو الكبرى في العالم،
فإن هذه القوى تتكفل بتطويع الأوضاع وتكييفها لإيصال الحليف أو لاستبقاء الحليف في السلطة، لكن ذلك يتم عادة على حساب الدين. إني أطرح هاهنا مشروعا آخر مختلفا لا يتضيق بدائرة السلطة، إنما يتوسع إلى دائرة هي أوسع بكثير، هي دائرة الحضارة. وأقول إننا إذا استطعنا أن نهيمن حضاريا فإننا سنهيمن تلقائيا على السلطة، أي ستكون السلطة التي تتشكل نابعة من نفس الحضارة التي سادت بعد تحقق هذا المشروع. فلا يصاحب انتقال السلطة إلينا عندئذ أي قلاقل أو هزات يمكن أن تنطوي على خسائر في الأرواح مثلا، لأن السلطة تعكس حينئذ الحضارة السائدة. بمعنى أننا إذا استطعنا أن نجعل الشيعة هم الأكثرية وأصحاب الهيمنة على مفاصل الحركة الإنسانية في العالم، على مفاصل الحركة الإنسانية العالمية، إذا استطعنا أن نجعل الشيعة أصحاب الهيمنة على مفاصل هذه الحركة، فإن السلطة التي ستتشكل حينئذ لن تكون إلا نابعة من هذه الأكثرية وتعكس حضارتهم في الشق السياسي. وحتى لو افترضنا أن ثمة حكومات متناثرة ستكون قائمة هنا وهناك، فإن هذه الحكومات نظرا لهيمنة وسيادة الحضارة الشيعية ستكون خاضعة لهذه الحضارة للتشيع بنحو أو بآخر. لن تكون في واقع الحال بعيدة عن التشيع إلا اسما، أما في الأعم الأغلب وعلى الأرض فيما يتصل بواقع الإنسان والمجتمع الذي تحكمه، فإن هذه الحكومات ستكون أيضا شيعية بمعنى من المعاني. من هنا يظهر أن هذا المشروع الذي نطرحه هو مشروع بعيد المدى، وليس مشروعا يرقب التغيير الفوري، بل هو مشروع ينشد التغيير على المدى الطويل، وكأنه يبني هرما من القاعدة إلى القمة لا العكس. مشروع كهذا هو الذي سيصمد، إلا أنه يحتاج إلى نفس طويل، إلى صبر، إلى مثابرة. لا ينبغي أن نتسرع ونتهور إلى تغيير فوري مفاجئ، بل ينبغي أن نبني من القاع كما كان يفعل الرسول الأعظم والأئمة الطاهرون صلوات الله عليه. لقد بنوا حضارتهم من القاع. دققوا جيدا، دققوا جيدا في حركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إنه لم يخطو خطوة مفاجئة يستولي بها على السلطة، مع أنه كان بإمكانه ذلك، إما بحركة انقلابية أو بقبول عرض المشركين عليه. لقد عرضوا عليه أن يرأسه، كان بإمكانه أن يقبل ذلك العرض،
ويتخلى تكتيكيا عن الدعوة إلى دينه إلى أن يحكم قبضته فيزيحهم ويدعو لدينه من جديد. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله رفض ذلك، لأنه أراد أن يبني حضاريا من القاعدة، من القاع. لقد عاش 13 سنة في مكة يؤسس لبنيان حضاري إسلامي، أو يؤسس لتفاعل حضاري إسلامي تكون إحدى نتائجه قيام حكومة إسلامية عادلة. وهكذا كانت جهود 13 سنة تمخضت في الأخير عن قيام حكومتين، لا حكومة واحدة. أولاهما في الحبشة حين أسلم النجاشي عليه الرحمة ونزل على حكم الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وآله على حكومته، والثانية في المدينة المنورة، الحكومة الثانية، حيث تزعم تلك الحكومة رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه تزعمها. ثم تمددت هذه الحكومة لتشمل جميع أرجاء الجزيرة العربية في مدة لم تتجاوز 10 سنين. هذا الذي تحقق كان نتيجة لمخاض حضاري بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله حين جعل الإسلام يسود حضاريا أولا حتى سارت به الركبان، فجعل الهيمنة لهذه الثقافة التي دخل فيها من دخل بإيمان وإخلاص واقتناع، ودخل فيها أيضا من دخل بغير إيمان ولا إخلاص ولا اقتناع. لماذا؟ لأنه وجد نفسه غير قادر عن الشذوذ عن الحالة السائدة، عن الجو السائد، فاضطر إلى الدخول في هذا الدين، لأن هذا الدين هيمن حضاريا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا إلى ما هنالك، لا أنه هيمن سياسيا وسلطويا فحسب. الذي أفهمه من منهاج رسول الله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم هو هذا، أن يكون البناء بعيد المدى يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق العلو الحضاري الإسلامي، وجعل الإسلام هو الثقافة المهيمنة السائدة عند البشر. ولا أرى في منهاج المعصومين صلوات الله عليهم القيام بحركة استيلائية مفاجئة تؤخذ بها السلطة قهرا، إلا في مقام الدفاع ووقوع الهرج والمرج مثلا، ذلك موضوع آخر يتطلب حكما آخر أو علاجا آخر. أما من حيث الأصل فالمعصومون عليهم السلام اهتموا أولا بتحقيق العلو والهيمنة الحضارية، تكثير المؤمنين بهداية الناس إلى الدين وإقناعهم بتطبيقه على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم، ثم السيطرة تاليا على مفاصل الحركة الإنسانية العامة. هذا هو أس الأسس وقوام الجهود التي بذلها الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ليكون الدين كله لله. أما السيطرة على الحكومة بغير تلك المقدمات فلا نكاد نلحظها في سيرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فحتى حكومة أمير المؤمنين عليه السلام جاءت بعد تلك المقدمات، بعد صبر دام ربع قرن تقريبا، سعى فيها الأمير عليه السلام لهذا البناء الحضاري على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات أيضا. لهذا نلاحظ مثلا أنه في أواخر زمان الطاغية عثمان لعنه الله كانت
أكثرية المسلمين تلهج باسم علي خليفة وحاكما، مع أن أكثرية تلك الأكثرية لم تكن عارفة بحقيقة كون علي إماما معصوما وحجة لله على خلقه. إنما اللافت أنها التجأت إليه مع أنها من حيث النشأة خرجت من رحم الخلاف على أهل البيت عليهم السلام، خرجت من خط أو جاءت من خط كانت أو كان أشد المحظورات عنده أن تعود السلطة إلى أهل البيت عليهم السلام. وعلى هذا لم يكن التجاؤها إلى علي عليه السلام رغم ذلك البعد في المسافة الفكرية إلا لأنها كانت قد خضعت تاليا للفكر الحضاري الشيعي الذي ساد آنذاك في خطوطه العريضة. لقد جاء هذا بعد جهود مضنية بذلها تلامذة الإمام وشيعته القلائل من أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وأبناء سعيد بن العاص وحكيم بن جبلة ومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم، الذين طفقوا يلفتون الأمة إلى حق علي عليه السلام ويروجون علومه وتعاليمه من جهة، ويتصدون من جهة أخرى لتصديع البناء الثقافي المنحرف الذي أقامه أبو بكر وعمر وعائشة وعثمان ومعاوية وأبو هريرة وأمثال هؤلاء لعنة الله عليهم. لقد حمل أولئك الشيعة الأوائل مهمة تصديع بناء هؤلاء المنافقين والمنحرفين حتى تتحقق السيادة الحضارية الشيعية التي تكون هيمنتها على الأجواء كفيلة بإلفات الناس إلى حق علي عليه السلام. من هنا ساد الفكر الشيعي، وإن تفاوتت مستويات استيعاب هذا الفكر عند أفراد الأمة وقبائلها وجماعاتها، إلا أن المهم أنه بعد ربع قرن من الجهود المضنية المتواصلة وبعد سيادة حضارية شيعية امتدت لسنوات قلائل، في الأخير وجدنا حكومة عادلة يتزعمها الإمام عليه السلام وكانت نابعة من الأكثرية التي خضعت لتلك السيادة الحضارية. إذن المطلوب أولا وقبل كل شيء تحقيق السيادة الحضارية الشيعية، وهذا يكون بطلب العلوم والإعداد المحكم لوصول الشيعة إلى أعلى المواقع في شتى الأبعاد والمجالات. وينبغي أن نكون أصحاب نفس طويل، أعني أنه ينبغي لنا لتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي الكبير أن نتحلى بالصبر. الأهداف الكبيرة لا تتحقق برهة كما هو واضح، إنما تحتاج إلى مراحل ومراحل. لا أعني ها هنا أن نتباطأ أو نتماهل، كلا، على العكس من ذلك، إني أدعو إلى تسارع في وتيرة العمل بأقصى طاقة ممكنة. إنما الذي أقصده أنه لا يصح أن نختزل المراحل وننشد تحولا سريعا ونتوقع نجاحا قريبا بسبب مللنا من بقاء الوضع الحالي. لا يصح أن نتجاوز الواقع ونقفز على مراحل العمل لأننا نريد أو نتأمل أن نرى أو نشهد النجاح بأنفسنا.
المهم هو أن نبدأ المسير في هذا الاتجاه بعد وضوح الرؤية. فإن لم يتحقق النجاح ولم نصل إلى المطلوب في زماننا، فسيصل إليه أبناؤنا في زمانه، وإن لم يصلوا فسيصل إليه أحفادنا في زمانه. المهم هو أن يكملوا هم ما بدأناه نحن، وأن لا يحدث انقطاع في مسيرة العمل على استعادة السيادة الشيعية. وهذا يتطلب منا بطبيعة الحال أن نربي أبناءنا على هذه الروح الثائرة، وأن نزرع فيهم هذا الأمل ليكون حاضرا في أذهانهم، لا ينسونه على مر الأيام إلى أن يتحقق بإذن الله تعالى. مشكلة كثيرين منا هي عدم وجود مثل هذا الأمل في نفوسهم، الأمل بأن يكون الشيعة سادة العالم. بل لعل كثيرين منا إذا طرح عليهم مثل هذا الطرح يعتبرونه ضربا من الخيال، وما ذلك إلا لأنهم يعانون من تلك الآثار والأغلال التي تحبسهم عن التطلع إلى القمة، بل وتمنعهم عن أي خطوة تغييرية للواقع. كثيرون يتصورون مثلا أن السيادة الشيعية لا يمكن أن تتحقق إلا مع ظهور مولانا المهدي الموعود صلوات الله عليه وأرواح نافذة، ولذلك هم يحرمون أنفسهم من العمل على استعادة السيادة لتوهمهم إما حرمة هذا العمل، أو أنه لا يمكن أن يفضي هذا العمل إلى نتيجة، فالسيادة لا تكون إلا في زمن الظهور، أما قبل ذلك فما علينا إلا قبول الوضع السائد والتكيف معه وتحمل الويلات والمصائب والاحتساب بالإكثار من قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أكثر ولا أقل. هذا التصور خاطئ على إطلاقه، هذا التصور يحتاج إلى تصحيح. هذا التصور هو أحد الأغلال التي يجب الخلاص منها. بداية، لا يمكن إنكار أن السيادة الشيعية في صورتها الأكمل لا تتحقق إلا بظهور صاحبنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، حين يذهب الله تعالى عن الشيعة عاهة الخوف والجبن والانهزامية والتقية المغلوطة، ويجعل قلوبهم كزبر الحديد في القوة والبأس، فيصبحون إثر ذلك حكام الأرض. هذا المعنى ثابت في الروايات الشريفة، ومنها ما رواه شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليهما، يقول: إذا قام ذلك الاسم الخاص الذي يستدعي القيام، وأنا أبدل هذه اللفظة المقدسة الشريفة بلفظ المهدي، فهكذا تكون: إذا قام مهدينا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة. أية عاهة؟ هي تلك العاهة التي حبستهم عن التطلع إلى القمم، عاهة الانهزام والخوف والجبن. إذا قام مهدينا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد، كقطع الحديد الضخمة، كأحجار الحديد الضخمة التي يضرب بها المثل في القوة والبأس،
وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، ويكونون حكام الأرض وسنامها. السنام ما هو؟ هو أعلى ظهر الناقة. فالمراد أنهم يمتلكون حينئذ السيادة العليا على العالم، يغدون في القمة. أقول إن هذا المعنى صحيح، أن السيادة في صورتها الأكمل لا تتحقق إلا في زمن الظهور، إلا أن السيادة ها هنا هي تلك السيادة المطلقة، السيادة في صورتها الأكمل التي تعم كل أرجاء الأرض، بحيث لا يبقى شبر خارج عن تلك السيادة. تلك السيادة بهذا المعنى لا تتحقق إلا مع قدوم مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعجل الله فرجه. أما تحقق شيء من السيادة ولو الجزئية فهذا ممكن في زمان الغيبة وليس محالا، وإلا لما حدثتنا الروايات عن قيام حكومات شيعية قبل أو قبيل زمان الظهور، كحكومة اليماني وحكومة الخراساني وحكومة المغربي. كثيرون مع الأسف لا يدققون في هذا الأمر، ويتعاملون مع هذه الروايات في إطار ذكر علامات قرب الظهور فقط، ويتصورون أن اليماني مجرد قائد كتيبة، وكذلك الخراساني والمغربي، وأن هؤلاء يبايعون صاحب الأمر عليه السلام عند ظهوره هذا فحسب. المطلوب هو التدقيق في مجموع الروايات حول هؤلاء وماذا نستفيد منها. هؤلاء ليسوا إلا رجالا صالحين يدعون إلى آل محمد صلوات الله عليهم، ويؤلمهم بقاء الشيعة تحت الظلم والجور والاضطهاد، فينهضون ثائرين، ويؤسس كل واحد منهم حكومة تملك قطعة من الأرض. فاليماني يحكم اليمن وما حوله، والخراساني يحكم خراسان وما حوله، والمغربي يحكم المغرب، شمال إفريقيا، وحتى يصل إلى الشام. الروايات الشريفة أثنت على هؤلاء واعتبرت راياتهم رايات هدى، إلا أن اليماني منهم أهداهم، رايته هي الأهدى، أي أكثرهم صلاحا وإيمانا وقربا من الحق، وإن كان الجميع على الصلاح والإيمان والحق إلا أنه الأقرب. الشاهد أن هؤلاء كما نرى يتركون التقية وينهضون لاستعادة السيادة الشيعية، وتنبئنا الروايات عن أنهم سينجحون في ذلك، كل في نطاقه وحدوده الجغرافية، وقد نالوا بذلك الثناء من الأئمة الأطهار عليهم السلام، بل والحث على مبايعتهم والدخول معهم والزحف إليهم، وكل ذلك قبل أو قبيل ظهوره صلوات الله عليه وعجل الله فرجه. فكيف يقال بعد هذا بأن تحقيق السيادة الشيعية في زمن الغيبة محال؟ هؤلاء إنما يسعون لتحقيقها وسيحققونها ولو في بعض نطاقاتها الجزئية، وهم محل ثناء أئمة الأطهار عليهم السلام. هكذا أنبأتنا الروايات. بل إني أستفيد من مجموع هذه الروايات الشريفة أنها في مقام الحض على أن يبني كل منا نفسه إيمانا وعملا ليكون أحد هؤلاء القادة العظام.
كل شيعي يمني يمكن أن يصبح هو اليماني، وكل شيعي خراساني يمكن أن يصبح هو الخراساني، وكل شيعي مغربي يمكن أن يصبح هو المغربي، وهكذا. المطلوب من كل واحد منا أن يسعى لاستكمال حقيقة الإيمان، ويمهد لظهور مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وليس التمهيد للظهور إلا بمثل هذا العمل على تحقيق السيادة الشيعية، على أننا كما قلنا آنفا لا نحصر تحقق السيادة بامتلاك حكومة على الأرض، بل ولا نجعل ذلك هو صلب هذه الأطروحة، إنما نطلب سيادة حضارية يكون فيها الأكثرية شيعة، وفكرهم هو السائد، وثقافتهم هي السائدة، يعيشون أحرارا في القمة، لا يخشون أحدا إلا الله، ينعمون بالتقدم والرفاه في كل المجالات، وهم في كل موقع ديني أو علمي أو دنيوي في القمة دائما. هذا هو الهدف الذي نتجه إليه، وهو هدف كما بينا معقول ومشروع. إن من حق الإنسان أن يتطلع إلى التفوق الحضاري، ومن حق الإنسان الشيعي أن يعد نفسه ليكون في موقع القيادة والصدارة، فهو يحمل معه نور آل محمد صلوات الله عليه. من حق الأمة الشيعية أن تطرح نفسها أمة مهيمنة، كما تطرح الأمم الأخرى نفسها كذلك. يبقى أن طرح الأمة الشيعية لذلك لا يكون عبر الجبر والإكراه والقهر والغلبة، إنما هو طرح ينبني على القناعة والإقناع. نريد أن نقنع الأمم بأننا نمتلك صياغة جديدة لهذا العالم هي الصياغة الأفضل. نريد أن يتعرف العالم على المنهج الحضاري الشيعي الذي هو أفضل منهج لمعالجة مشكلات البشرية ولإنقاذ البشرية من الدمار والخراب والتخلف والأمراض على اختلاف أنواعها، سواء كانت أمراضا بدنية أو فكرية أو نفسية أو أخلاقية. نريد أن يفهم الجميع أن ها هنا صياغة فكرية هي المثلى، تتفوق على ما جاء به الشرق والغرب. بمثل هذه الثقة العالية يجب أن نقدم أنفسنا إلى الأمم العالمية، أننا نحن القادة، نحن المفكرون الذين نحمل معنا الحلول والأفكار التي تنهض بالواقع البشري إلى أعلى مستوياته. لقد جربت البشرية جميع الصياغات والأطروحات الفكرية الأخرى، شيوعية واشتراكية وليبرالية رأسمالية وغيرها، ولا أريد أن أسمي الأطروحات البكرية لما فيها من وهن وضعف يجعلها بعيدة عن مضمار السباق الحضاري، إنما أريد أن أقول أن البشرية جربت جميع هذه الصياغات المطروحة ورأت الفشل. لقد فشلت تلك الأطروحات، حتى الليبرالية الرأسمالية الغربية إنها بشكل عام تترنح ويصيبها التزعزع من حين لآخر. لماذا؟ لأنها اعتمدت على المادة والمال أساسا لكل شيء. ولولا أن أزمة الأمور العالمية بيد حكوماتها من جهة، ولولا أن فيها شيئا من الإنصاف الاجتماعي من جهة أخرى،
لما استمرت هذه الليبرالية الرأسمالية ولا سقطت كما سقطت الشيوعية الاشتراكية. وليس بين هؤلاء وهؤلاء إلا ما أسميه بنظرية الإنسان الآلة، الإنسان الآلة التي تعتمدها تلك الدول الآسيوية كالصين واليابان وكوريا مثلا. فقد حولت تلك النظرية البشر هناك إلى مجرد آلات يعملون ليل نهار في التصنيع والتصنيع إلى أن تنقضي حياتهم، لا مجال لهم للسمو الذاتي أبدا، بل ولا حقوق لهم ولا كرامة، إنما هم آلات. قيمة كل امرئ منهم مقدار ما يقضيه في التصنيع، ساعات العمل في التصنيع، ثم يكب كالنفاية عندما يضعف عن العمل وتنتهي صلاحيته. إذن آن الأوان للبشرية لأن تكتشف أطروحة جديدة وتجرب المنهجية الشيعية التي هي منهجية الإسلام الحق المأخوذ عن النبي الأعظم وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. تلك المنهجية التي تعامل الإنسان كإنسان لا يظلم ولا يظلم، وتحقق لهذا الإنسان السمو الذاتي والرفعة الدنيوية أيضا بلا مصادرة لإنسانيته ولا استعباد له ولا إغراء له بالقبيح والانفلات عن كل ضابط أخلاقي. نحن إذن نبشر بعالم جديد يسود فيه الشيعة لسيادة حضارتهم، وينعم فيه الجميع في ظل تلك السيادة بالخير والسمو والسعادة والرفاه. إن مهمتنا نحن الشيعة أن ننظر بمثل هذه العين الشمولية إلى آفاق الحياة، ولا ننغلق على أنفسنا ومجتمعاتنا المحلية. علينا أن نتخلص من العاهات والأغلال التي تمنعنا من أن نتقدم في هذا الركب الحضاري لنسود ونقود. وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.